الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد جلال، مدرس أول ساينس. إن شاء الله معادنا النهاردة مع ليسن 2 للصف الخامس ابتدائي، فريكشن أبليكيشن. إحنا طبعا عارفين إن امتحان شهر مارس يوم 29/3 للصف الخامس ابتدائي في ليسن 1 وليسن 2. ليسن 1 شرحناه الأسبوع اللي فات، والنهاردة إن شاء الله هنشرح ليسن 2، وبكرة بإذن الله هنزل لكم مراجعة على ليسن 1 بالنظام الجديد اللي هو choose the correct answer. تعال الاول ناخد شرح ليسن 2. قبل ما نبدا في الشرح، ارجو من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ودوس لايك وشير لزمايلك، عشان بكره ان شاء الله الصبح هنزل مراجعه على ليسن 1 بنظام choose the correct answer. يلا بينا يا شباب. بيقول لي هنا، احنا خدنا المره اللي فاتت ان التايبس اوف فريكشن فورس 3 تايبس: فريكشن بين تو سوليد بوديز، والفريكشن بين بودي اند اير، وفريكشن بين بودي اند ووتر. هنكمل ان شاء الله باذن الله اليونت دوت. بنقول ان الفريكشن بين تو سوليد بوديز كان بيتاثر ب 3 فاكتورز، اللي هي سيرفيس اريا وسبيد اوف بودي وتايبس اوف ماتيريالز. طبعا الكل بيسال ليه الشوز اللي لابسه في كيرفد جروفز، ليه في بعض الاشكال، ليه الكار تايرز فيها كيرف جروفز ونارو شانلز. الهدف من النارو شانلز والكيرف جروفز الموجود في كار تايرز سيكويز ووتر اوت، يعني بتطرد الميه من تحت كوتش عربيه في حاله وجود امطار. بتبقى انت واقف على المحطه كده وتلاقي العربيه طرطشتك، فانت بتستغرب ليه الشركه عملت اشكال نارو شانلز وكيرف جروفز في كوتش العربيه عشان تمطر الميه من تحت كوش العربيه. لان احنا عارفين دايما ان اي حاجه اسمه السيرفيس بتعمل ديكريز فريكشن فورس. فالهدف من النارو شانلز والكيرف جروفز سيكويز ذا ووتر اوت اند انكريز فريكشن فورس. النوع الثاني من انواع الفريكشن فورس فريكشن بتوين بادي اند اير. اي فريكشن بتوين بادي اند اير بنسميه اير ريزيستنس، زي مثلا بيردز مع اير، زي مثلا بلين مع اير، زي ترين مع اير. اي بادي بيعمل تاتش مع الاير بسميه اير ريزيستنس، ولذلك الاير ريزيستنس ات از فريكشن فورس بتوين بادي اند اير. لما بص على الفاكتورز اللي بتاثر على الاير ريزيستنس، انا مش عايزك تحفظ يا حبيبي، انا عايزك تفهم. ارجع كده لحصه المره اللي فاتت، الفاكتورز بتاثر على الفريكشن فورس ثلاثه: سيرفيس اريا تنفع معايا هنا في الاير ريزيستنس، تايب اوف ماتيريالز ما تنفعش هنا. بقى التايب اوف ماتيريالز ليه ما تنفعش يا مستر؟ التايب اوف ماتيريالز تاثر على الاير ريزيستنس لان انا ما عنديش هواء ناعم وهواء خشن. ما حدش بيقول ان هواء اسكندريه ناعم وهواء القاهره خشن، وبالتالي تايب اوف ماتيريالز ما تنفعش، لكن سبيد اوف بودي تنفع. ولذلك لما اجي اسالك على الفاكتورز بتاثر على الاير ريزيستنس، هي نفسها الفاكتورز بتاثر على الفريكشن فورس ما عدا التايب اوف ماتيريالز، لان ما فيش عندي سموث اير ورف اير، وبالتالي الفاكتورز تاثر على الاير ريزيستنس، سيرفيس اريا وسبيد اوف بودي. تعالى كده عايزك تجرب، هات كشكول صغير وهات كتاب كبير، وهفهف كده بالكشكول الصغير وهفهف بالكتاب الكبير. هتلاقي الكشكول الصغير جايب هواء بسيط، الكتاب الكبير جايب هواء اشد، لان كل ما بتزيد السيرفيس اريا كل ما بتزيد الاير ريزيستنس. يبقى كل ما كانت المساحه كبيره كل ما تزيد الاير ريزيستنس. يبقى انا عندي باي انكريز سيرفيس اريا ذا اير ريزيستنس ويل انكريز. طالما السيرفيس اريا انكريز والاير ريزيستنس انكريز الاثنين زي بعض، بقول العلاقه بينهم هنا دايركتلي. كلمه دايركتلي يعني اتنين ماشيين في نفس اللاين، لا اما انكريز مع بعض لا اما ديكريز مع بعض. يعني مثلا لو قلنا باي ديكريز سيرفيس اريا، يبقى مضطر اقول اير ريزيستنس ويل ديكريز. يبقى كلمه دايركتلي معناها ان الاثنين اللي بتكلم عنهم لا اما يزيدوا انكريز مع بعض لا اما يقلوا ديكريز مع بعض. بنقول ان الفرق بين الساينس والتكنولوجيا، الساينس عباره عن علم بدرسه، التكنولوجيا ان انا بطبق العلم دوت بستفيد منه عشان يبقى منتج واقدر احصل منه على دخل قومي يفيد البلد اللي انا عايش فيها. فاللايف ابلكيشن بتاعت اير ريزيستنس بيقول لي الروكت اللي هو الصواريخ، اير كرافتس اللي هي الطيارات، والترين اللي هي القطوره، ار ديزاينز مصممه ستريم لاين. بص يا حبيبي، اول ما تلاقي كلمه ستريم لاين
كلمة ستريم لاين ده هي معناها شكل انسيابي، معناها بالانجلش decrease surface area و decrease resistance. يبقى اول ما الاقي كلمة ستريم لاين معناها decrease surface area و decrease resistance، وبالتالي اقول له to decrease air ايه؟ to decrease resistance. نمبر 2 بيقول لي البيردز هاف ستريم لاين. انا قلت لك كلمة ستريم لاين معناها decrease surface area و decrease resistance. يبقى ساعة ما الاقي كلمة ستريم لاين المينينج بتاعها decrease surface area، وطالما decrease surface area يبقى decrease resistance. طيب بيقول لي باراشوتست اللي جماعة بتوع المظلات open parachute. الراجل بتاع المظلات ركب الطيارة ومعاه الباراشوت بتاعه على ظهره عبارة عامل زي الشنطة كده، ساعة ما ينط من الطيارة بيدوس على زرار تبدأ الباراشوت يفتح. الباراشوت لما يفتح يا حبيبي مساحته بتزيد ولا بتقل؟ طبعا مساحته بتزيد، بتبقى عامل زي الخيمة الضخمة فوق راس الراجل، يبقى مساحته بتزيد. طالما السيرفيس اريا انكريز يبقى الاير ريزيستنس انكريز. طالما السيرفيس اريا انكريز يبقى الاير ريزيستنس انكريز، وطالما الاير ريزيستنس انكريز السبيد ديكريز السرعه تقل، وبالتالي الراجل اللي لابس الباراشوت دوت فول داون سيفتي. فول داون ايه سيفتي؟ وهو ده المطلوب من الراجل اللي هو بينط من الطياره لابس باراشوت عشان يبقى ينزل فول داون سيفتي. التطبيق الرابع بيقول لي بيردز ستريتش زير وينجز اون لاندنج. الطائر لما يحب ينزل على الارض بيفتح جناحاته، اما يفتح جناحاته زيه زي الباراشوت بالظبط، انكريز سيرفيس اريا وانكريز اير ريزيستنس، وبالتالي ديكريز سبيد، وما يحصل ديكريز سبيد سو ات فول داون سيفتي. الفاكتور الثاني اللي بيأثر في الاير ريزيستنس سبيد اوف بادي، بنقول باي انكريز سبيد اوف بادي اير ريزيستنس ويل انكريز. خلي بابا يكون ماشي بالعربيه كده واخرج راسك من الشباك تحس ان الهواء شديد وشعرك عمال يطير هنا وهنا، وشك الهواء شديد، وخلي بابا بيمشي بالراحه كده بالعربيه تحس ان الهواء بطيء كده وايه احتكاكك مع الهواء بطيء. معنى ذلك ان كل ما زود السرعه كل ما يزيد الاير ريزيستنس، وكل ما قلل السرعه تقل الاير ريزيستنس. طالما الاثنين بيزيدوا مع بعض او الاثنين بيقلوا مع بعض يبقى انا عندي العلاقه هنا دايركتلي. يبقى العلاقه بين السبيد اوف بادي والاير ريزيستنس دايركتلي، والعلاقه بين السيرفيس اريا والاير ريزيستنس برضك دايركتلي. طيب اللايف ابلكيشن على السبيد اوف بادي بيقول لي كار درايفرز شودنت انكريز ذا كار سبيد اب. المفروض لو انا طالع مصيف رايح مشوار المفروض ما اسرعش من سرعه العربيه. ليه؟ لما بسرع من سرعه العربيه هنا انا بسرع معاها الاير ريزيستنس، ولما بسرع الاير ريزيستنس هنا بيحصل ايه؟ بيحصل كونسيوم مور فيول. لما بسرع السبيد اوف كار بيحصل انكريز اير ريزيستنس وبالتالي كونسيوم مور فيول. هنا بيقول لي كار درايفر شودنت، ما ينفعش يزود السرعه. هو ليه مش عايز السواق يزود السرعه؟ تو ديكريز اير ريزيستنس اند ديكريز كونسيوم اور فيول اور بنزين، عشان استهلك كميه بنزين اقل، عشان استهلك كميه وقود اقل. يبقى انا لما ما اسرعش العربيه بقلل، بعمل ديكريز للريزيستنس، وبالتالي بعمل ديكريز للكونسيوم اور فيول اور بنزين، بستهلك بنزين اقل او وقود اقل. ناخد سؤال كده بالنظام الجديد تشوز ذا كوريكت انسر. ريليشن بتوين سيرفيس اريا اوف روكيت اند اير ريزيستنس، هنا هتبقى دايركتلي. ريليشن بتوين سيرفيس اريا اوف روكيت اند اير ريزيستنس از ايه؟ دايركتلي. نمبر 2 باي انكريز سبيد اوف كار ات ويل كونسيوم، لما زود سرعه العربيه كونسيوم بستهلك، كاتبها لك فوق اهي، بستهلك مور فيول. مور فيول وقود زياده. لكن لو عملت ديكريز للسبيد اوف كار ات ويل كونسيوم ليس فيول. يبقى نمبر 2 باي انكريز سبيد اوف كار ات ويل كونسيوم مور فيول. كويس جدا. بادي السبيد بتوين بادي اند اير، هنا يا جماعه انا اقصد هنا الفريكشن بتوين بادي اند اير. الفريكشن بتوين بادي اند اير اسمه سوري فريكشن بتوين بادي اند ووتر اسمه ووتر ريزيستنس. ايه هو الووتر ريزيستنس؟
الووتر ريزيستنس ات از فريكشن بتوين بودي اند ووتر. يبقى الووتر ريزيستنس عباره عن فريكشن بتوين بودي اند ووتر. الفاكتورز بتاثر على الووتر ريزيستنس هي نفسها الفاكتور بتاثر على الاير ريزيستنس. يبقى الفاكتورز اللي بتاثر على الاير ريزيستنس هي نفسها الفاكتور بتاثر على الووتر ريزيستنس اللي هي سيرفيس اريا وسبيد اوف بودي. ليه يا مستر ما خدناش تايب اوف ماتيريال؟ لان مفيش عندي سموث ووتر ورف ووتر. يبقى هنا الفاكتور بتاثر على الووتر ريزيستنس سيرفيس اريا وسبيد اوف بودي. بالنسبه للسيرفيس اريا، لو انا جبت يا جماعه سمكه صغيره ورميتها في النيل وجبت حوت ماشي في المحيط، مين هيعمل موجة عالية ومقاومة مية عالية؟ طبعا الايه؟ الحوت، لأن مساحته كبيرة، أما السمكة مساحتها صغيرة مش هتعمل مقاومة مية كبيرة يعني. يبقى السيرفيس هنا السيرفيس اريا كل ما تزيد تزيد الووتر ريزيستنس. يبقى باي انكريز ال باي انكريز سيرفيس اريا اوف شيب ان ووتر ذا ووتر ريزيستنس ويل انكريز. الريليشن بتوين الـ speed of body and water resistance is directly. أنا أقصد هنا يا جماعة أتكلم على الـ surface area. By increase surface area of ship in water, the water resistance will increase. The relation between the surface area and water is directly. لما أتكلم على الـ speed of body، سعادتك يا حبيبي لما أكون ماشي بمركب في المية، واحد تاني راكب بلانش، اللانش سريع جدا، كل ما كان السرعة أكبر كل ما يعمل ووتر ريزيستنس اكبر. يبقى كل ما اللانش كان سرعته كبيره هتلاقي الموجه من حواليه تتنطط كده. يبقى باي انكريز سبيد اوف شيب او لانش ات ويل كونسيوم مور فيول، بستهلك بنزين اكبر، اند انكريز ووتر ريزيستنس، اند انكريز ووتر ايه؟ ريزيستنس. لكن لو انا راكب مركب كده وماشي براحتي، باي ديكريز سبيد اوف بادي ذا ووتر ريزيستنس ويل ديكريز اند كونسيوم ليس فيول. حتى انت بتلاحظها لما واحد يكون راكب مركب وواحد راكب لانش، اللانش سرعته عاليه فتلاقي الموجه من حواليه عماله تجري وتتنطط كده لانه عامل ووتر ريزيستنس كبير جدا اللانش، اما المركب سرعته بطيئه فعامل ايه؟ ووتر ريزيستنس ضعيف وبطيء زيه بالظبط. يبقى باي انكريز سبيد اوف بادي ووتر ريزيستنس انكريز، وباي ديكريز سبيد اوف بادي ووتر ريزيستنس ديكريز. بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر. فريكشن فورس اكزيستس بتوين، الفريكشن فورس يا جماعه بيتم بين تو بار او تو بادي او تو سيرفيس. يبقى الفريكشن فورس اكزيستس بتوين تو سيرفيس، يبقى تشوز ذا كوريكت انسر. فريكشن فورس اكزيستس بتوين تو سيرفيس. طيب نمبر 2، اون سموث سيرفيس، احنا عارفين ان سموث سيرفيس بيعمل ايه؟ بيعمل ديكريز فريكشن فورس. السموث سيرفيس بيعمل ديكريز فريكشن فورس. نمبر 3، دايركشن اوف فريكشن فورس از اوبزيت. الدايركشن بتاع الفريكشن فورس اوبزيت دايركشن اوف موفمنت فورس، يعني لو الفريكشن فورس اب يبقى الموفمنت داون، الفريكشن لو رايت الموفمنت ليفت، الفريكشن لو فورورد الموفمنت في باكورد. برافو عليكم. نمبر 4، بوينت ات از فريكشن بتوين بادي اند اير، يبقى اير ريزيستنس. لو بادي ايه واير يبقى اير ريزيستنس. نمبر 5، اون راف سيرفيس ذا فريكشن فورس ويل انكريز. On rough surface the friction force will increase. يبقى الـ smooth surface الـ friction force decrease والـ rough surface الـ friction force increase. يبقى number 5 on rough surface the friction force will increase. طبعا كده انا خلصت lesson 2، يبقى كده خلصنا المنهج اللي هنمتحن فيه ان شاء الله في شهر مارس، وهو عباره عن lesson 1 friction force و lesson 2 application of friction force. ان شاء الله باذن الله بكره الصبح الساعه 7 هنزل لكم مرجعه على ليسن 1 اللي هو الفريكشن بنظام الاختيار من متعدد. يبقى بكره الصبح الساعه 7 ان شاء الله هنزل لكم 30 سؤال اختيار وهراجع لكم فيهم على ليسن 1 باذن الله عشان ادربكم على كل اسئله ليسن 1. مره ثانيه ان شاء الله هنزل لكم مراجعه على ليسن 2، وقبل الامتحان ان شاء الله يوم 28 هعمل لكم مراجعه كامله على ليسن 1 وليسن 2 عشان تبقى صابح عندك امتحان باذن الله رب العالمين. في النهاية أتمنى لكم التوفيق جميعا وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.